ومن قال لك انها اجنبيه ولا كافره؟ البنيه عربيه ومسلمه، يعني تبغوني امشي على هواكم؟ ما يصير. ولا تقولي لي انك حامل تلصقين بنسب مالك بنسبنا. ابوي ابوي الكلب الولد العاق يطعن بزوجتي. اللي يطعن بزوجتي يعني يطعن بي. أبى أعرف هاي خططكم وصايبك وين بتوصلنا؟ وين بتودينا؟ لا تسوي عمرك خايف علينا وخايف على الورف، ترى أنا فاهمة عليك، إذا أنت حمد أنا في طيب. هذا الطفل يا رجاء ابن سالم المطوع، وسالم المطوع رجل معروف. ابن سالم المطوع هيك يتبهذل ويشحشط على مود أوراق الثبوتية. طال الطفل وقال يسميه محمد وراح. سالم أخذت الطفل شفته حلو كلش حلو. نزل إيدك كسر إيدك إن شاء الله. أنت شنو ما عندك أخلاق؟ أنت شلون تحكي أمرت أبوك بهالطريقة؟ اطلع برا اطلع برا. كسر ظهري يا عواطف، كسر ظهري في روحتك، كسر ظهري.